سيناريو تقدم حزب الله إلى الجليل بحسب دراسات غربية وتقديرات إسرائيلية. تجمع التقارير والدراسات على أن حزب الله يدرب 5000 مقاتل للسيطرة على مدن الجليل الأعلى ومستوطناته. قسمت هذه الدراسات المقاتلين إلى 5 فرق هدفها الاستيلاء على 5 قطاعات من الجليل الأعلى. يتولى حزب الله امطار منطقة الشمال بمئات الصواريخ دفعة واحدة، ما يمثل ضربة أولى قوية لمستوطني الشمال، وتتقدم بعدها الفرق على النحو الآتي. الفرقة الأولى تخترق نقطة الناقورة باتجاه الحدود وتجتازها نحو مستعمرة رش على طول 7 كيلومترات للاستيلاء على مدينة ناهرية التي تقع على البحر الأبيض المتوسط ويسكنها 55,000 إسرائيلي، حيث يرجح أن تجري السيطرة عليها بالنار في المرحلة الأولى، ما يجعل من ساكنيها رهائن يصح استخدامهم دروعا بشرية. تتقدم فرقة باتجاه بلدة شلوم الواقعة على بعد 300 متر شرق الناقورة، حيث يسكنها نحو 6,500 إسرائيلي. تسيطر هذه الفرقة على البلدة وضواحيها، ما يمنح حزب الله أفضلية السيطرة على عقدة طرق رئيسية مؤدية إلى عدة مدن. وهذه الطرق هي الطريق 89، الطريق 899. وكما نلاحظ من خلال الخريطة، فإن هذه الطرق الرئيسية تمثل عقدة لطرق أخرى، والسيطرة عليها تجعل وصول تعزيزات إسرائيلية إلى نهرية أمرا معقدا. في الوقت عينه ترجح الدراسات أن تتقدم مجموعات صغيرة مدربة تدريبا جيدا بحرا إلى السواحل الإسرائيلية بقوارب سريعة ومجهزة. الفرقة الثالثة تعمل على الوصول إلى العمق، تحديدا إلى 3 قرى عربية هي بنعة ودير الأسد ومجد الكروم شمال بلدة كرمائيل، فيجري الإمساك هنا بالطريق الرقم 85. الإمساك بالطريق 85 يتيح قطع الربط بين البحر المتوسط وصفد وجبال الجليل، تأمين الحماية والدعم لوحدات حزب الله التي وصلت إلى نهرية وشلومي عبر إعاقة مرور القوات الإسرائيلية القادمة من قواعدها في وسط البلاد، وكل ذلك من خلال إطلاق النار بكثافة من مواقع الكرة العربية الثلاث. الفرقة الرابعة تنطلق إلى جنوب شرق وادي قادش، تسيطر على تجمعات كيبوتسات يفتاح ومكايا ومشاف. السيطرة على هذه المواقع من شأنها أن تتيح تغطية نارية لحزب الله من إسرائيل على معظم مناطق شمال الجليل. أما الفرقة الخامسة فهي الاحتياطي الاستراتيجي لحزب الله.